لجنة الطوارئ تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت وعدن. أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن مساء اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت وعدن. وقال لجنة الطوارئ في تغريدة لها أنها سجلت في محافظة حضرموت 9 حالات إصابة جديدة، وفي عدن سجلت 2 إصابة بفيروس كورونا. كما أعلنت لجنة الطوارئ تسجيل 6 حالة شفاء جميعها من حضرموت، ولم تسجل لجنة الطوارئ أي حالة وفاة لهذا اليوم. بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1858، منها 528 وفاة و1009 متعافون.